احنا تعالى نكون كلنا فريق واحد تيم واحد، الفرح يجيب كل الناس يا فلسداج، لكن الزعل ما يجيب احد. نايس، اللي فكر ان الانجاز سهل الانجاز ابدا مو سهل. تقدر ترجع البيت، تقدر تفتح انترنت، تقدر تشوف قصص، تشوف الناس كيف حاربت. اول مره يلعب في الجامعه دورينا قوي يا شباب، دورينا ما ضعيف، ما بيحدينا الكاس، ما بيحدينا الكاس. يمكن فايند اوت ما هي إلا إن شاء الله فترة محدودة وننهض ونوصل للعالمية بإذن الله تعالى. بأمانة أنا بكيت كثير. فيصل هذا المدرب لو وافق انه يعني يوقع معانا وكذا، قال لي انا اضمن لك انه السنه الجايه انه الدوري لنا. وكانت على فكره يعني استقطاب للامانه، كان احمد يعني كان في البدايه يصر على انه نجيب المدرب وانه قيمه فنيه ولو جانا احنا يعني حنجيب الدوري. فللامانه ما صدقت انه نونو انه يجي الدوري السعودي الصراحه. فلما بدانا في المفاوضات تمام، كان في اجتماع سري طبعا قبل ما ينتهي الدوري العام الماضي، رحت واجتمعت معاه وجلست ومشيت الامور الحمد لله وتوفقنا فيه وجاء. It was the first moment that we met, that we had real contact with the players and the staff and لازم يكون عندنا عادات احترافيه، عادات محترفين. اوكي. وسيج نمتو ممكن اموس. انتم الملاحظ عليكم انتم ما تفطروا. كلام الرئيس معانا انمار ابو فيصل وابو عصام كعكي كان بصراحة بداية الكلام مع بعض من أول يوم أو تاني يوم معسكر، ما سابوناش ولا يوم في المعسكر، الناس كلها كانت موجودة، حتى كان موجودين كل الناس، الإدارة بالإداريين كل الناس كانت موجودة من أول يوم لآخر يوم في المعسكر. التمارين اللي قاعدين نشتغلها في المعسكر يعني تمارين دوري إنجليزي، يعني دوريات أوروبية في كل ما تعنيه الكلمة، يعني أجهزة على مستوى عالي، كنا في رتم مستوى عالي في الاعداد، يعني شيء يعني مو طبيعي للامانه. لانه حتى هو في البدايه سوى اشياء غريبه، يعني قاعد موضوع المدم هذه ويشوف القياسات حقت اللاعبين والاحمال والاختبارات، كانت اشياء اول مره اشوفها في الاتحاد. ما تصير بصراحه، انا ما قد شفتها. قلت لك اشتغلت مع مدربين كثير، كان فيها اشياء في بدايه المعسكر يعني يوريك انه انت نقلت مستوى ثاني تماما يعني على اللي احنا كنا فيه قبل كده. A gente não esperava tanto, né, que ia ser tão boa assim. E aconteceu. I remember one day that it started raining very strong, very strong. And it was something normal for me and the technical staff, because we came from England, working in England, and every day rains there. And I was surprised about the reaction of some players with the rain. Like something was new. And then when people told me that here in Saudi doesn't rain very much, so was curious to see them getting naked, taking their shirts off and just enjoying the water coming down their bodies was nice and funny. حطينا كده شوية مبادئ وتفاصيل للموسم كله. أول حاجة إن إحنا نلعب كل مباراة إن هي دي مباراة مهمة جدا، مش هنحط في دماغنا إيه هو المنافس، مش هنحط في دماغنا إيه هو الهدف غير الثلاث نقاط في المباراة وبس. عارفين إحنا عايزين يبقى مكسب. إن شاء الله كويس لينا كلنا. مكسب يا رجالة. Foi. O começo é sempre bom, a gente tem que começar. Todo campeonato, em toda liga, a gente tem que começar ganhando. Sacrifice. I know it's hot there, but I don't want to see as a team. شيل ماي بلا. We go the attack. We go stay. نطلع نهاجم. No. Come. نرجع ورا شباب. نرجع الكل يدافع. نظام كده. كيف وننظم مرة ثانية في البداية.
اوكي واضح يا عاد. رغبة الفريق، رغبة اللعيبة اللي شفتها اللي انطلقت من بداية المعسكر والشكل اللي كنا قاعدين نلعب فيه، وإلى أنك تسجل هدف أول وثاني وثالث في الدقائق الأخيرة في البدل الضايع، وفي رغبة، في عنفوان في أرض الملعب، تطمن لا الفريق الحمد لله بخير، إن شاء الله إحنا رايحين للدوري بدري. ما هو بدري لأن أنا أشوف العمل كان امتداد للموسم الماضي، أنه لا إحنا لسه مكملين، ما هو 30 جولة، هو 60 جولة، إحنا عدينا 30 وهذه 31، هذا الشيء اللي كان بالنسبة لنا يعني. طبعاً اللي شوي ألمتني كانت مباراة الاتفاق، تعرف مباراة على أرضك وبين جماهيرك، قاعد تفكر في الجماهير، مستحيل في شاحكة إداريين دائماً نفكر فيها، ولنا حسبة خاصة أنها ثلاثة نقاط لازم تجيبها على أرضك، ما تفرط فيها لأي شكل من الأشكال. طبعاً داخل أرضك وخارج أرضك، بس أتكلم على 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 الشيء اللي يكون داخل أرضك يكون مختلف، وفي مباراة يكون فيها كمية وافرة من الفرص وصارت فيها أشياء كثير، لكن سبحان الله ما توفقنا في التسجيل، تزعل عليها بشكل كبير يعني. ماتش الدفاع تاني، ماتش تعادلنا في الجوهره، كان هنا في حاجه كان غريب شويه بالنسبه لي. ايه الغريب في كده؟ اقول لك الغريب في كده، انا اول مره نلعب في لعبت في رطوبه زي دي في افريقيا، لكن نحس الملعب ما تقدرش تاخد نفسك، لدرجه ان انا فعلا انا مش عارف هلعب الشوط التاني ازاي. Especially on the beginning of the season, competing in especially on our stadium in Jeddah, I think it's very, very hard. For any athlete, I would can say for any athlete, for any part of the world, it's going to be hard to compete with 40 degrees with humidity of 60-70%. For us, it didn't start with the league. It started in Austria. So the first game that we had was in Austria against, I think, a team from Switzerland. So the process starts there. You start building step by step, game by game, and you start building your idea. And we decided, with many aspects that we have in consideration, that the best way to approach the competition is to play in a with confidence, so we give to the players the confidence and being comfortable inside of the pitch as a team. اوكي يا عيال، فمش تمشي شغال فوتبول، ما تمشي شغال فوتبول، نلعب لعبنا اللي احنا مميزين فيه، نلعب كوره يا شباب. لما يكون عندنا وقت يلا نلعب فيه، لازم نحافظ على الاقتراب ممكن، وما نجيش تبي تيمبو في السكور على الكوره، ما نجيش تيجي نحافظ على الوقت اللي احنا كويسين فيه، بنخسره بسرعه قوي. صبر طول ما نجيش تبينا بوست، ما نجيش هنا وبوست. لا بص، هي اول جولات دي كان دايما البدايه دي مهمه جدا للفرق، فاحنا كنا زي ما قلت لك حاطين ان احنا عايزين نخش كل مباراه ناخد 3 نقاط، نحط نفسنا في المنافسه من بدري عشان نقدر في اخر الموسم في المراحل اللي احنا محتاجين فيها المراحل الحسم والمراحل اللي احنا محتاجين فيها النقاط تكون مهمه بالنسبه لنا. غرفه الملابس عباره عن ثقافات مختلفه بجنسيات مختلفه بفئات عمريه مختلفه. متى ما بنيت العلاقه الصحيه ما بينك وبين اللاعبين وحس كل اللاعبين انك انت على بعد مسافه واحده من الجميع،
لا شعوريا بتتولد الانضباطية من قبلهم؟ يمكن جزء أو سر من أسرار العمل في الفريق إنه أنت لازم تبدأ تتعرف على شخصيات اللعيبة، كيف مودهم، كيف مزاجيتهم. الباري كله نفس الشيء. ركز الحين في الكرة الثابتة مروان. شوف الكرة الثابتة، شوف وين مكانه. نفس أي خلف يلعبون أنت ما حيلعبون. كل شيء نفسه. Let's start the game well. لين نبدأ صح يا شباب. Let's organize. Okay. كنت أتكلم أنا والعيال، يعني أهم شيء ما حد يفرق عنا في المنافسة، فكنا نفوز بعدين فوز أتوقع بعدين تعادل، فكنت أتكلم مع العيال إنه الطموح لسه موجود يا عيال، بس أهم شيء إنه ما نخلي المنافس اللي كانوا في المراكز الأولى ما نخليهم يبعدون عنا دائما. Um pensamento sempre positivo. Pensamento de ganhar, de competir em todas as competições. E no começo foi, você chega um pouquinho acima do peso e tal, tem tudo aquilo, mas a gente perde rápido e já começa a competição já num alto nível. ماتش لوحده كان ماتش صعب جدا، لكن كنا شوية مش في حالتنا. بسرعة لو سمحتوا. كيف أنا مطويزة هابي؟ أي إن كانت النتيجة من أول دقيقة في الماتش. آخر دقيقة في الماتش. ما يجب أن تشتغل بنفس الرغبة وبنفس الجدية. كسبانين واحد، كسبانين اثنين، كسبانين ثلاثة، نكمل ونجيب رابع وخامس. مش عايز أي حد لو لا قدر الله حصل فينا أي هدف أو مش عارفين نجيب جون. وشه في الأرض. يجي فينا جون نجيب اثنين. عندنا حلين الحين خارج ومش يمش يما نرجع يسفريمش نعاني ومش يتعاد ودفعيا ويتعاد المفات نحاول نتحمل المباراة أو بمش بروكول عربي أو نبحث عن فوز إيكو عربي هذا واضح نبقى كلام أمين يدايا فكرتي أنا كمدرب بمش إن إحنا نبعد هذا إيه؟ ما عنده أي شيء نخسره L'impact non serve per noi. Tagliato per noi non è mai fitna, صح ولا? Se soffriamo un gol, continuiamo ad attaccare. Hatta لو علينا وجا فينا هدف, برضه نكمل. Mai va a morire attaccare. Ma come ce l'ha? هي كانت صعبة شوية يعني هي كانت صعبة ان هي تيجي جم من الحتة دي. بس الحمد لله يعني انا اول ما شفتها في الشبكه خلاص بقى يعني اولا ما كنت حاسس ان هو لا يعني كنا حاسين احنا ضغطنا كتير في الماتش فلا انطلقنا يعني اللي هو يعني الحمد لله الماتش كان صعب وفرق معانا في مشوارنا فلا كان جون فرق معايا جدا وفرق مع الفريق الحمد لله والحمد لله يعني كان الاحتفال حتى يعني في شويه كده يعني حماس هذه الروح اللي نبغاها اس شبيلتوكي عجنشكي وهذه الروح يا شباب هي اللي حتجيب لنا الدوري اس شبيلتوكي نو سبايل فات براغانيرو كامبيونات لا نركز عندنا اجازه بعد كذا نرجع ترى احنا السنه هذه نبغى الدوري لازم تحط الشاشه بويز وتاموس فوتش بوركي عجنشكي عجنشكي كان موضوع إننا نعسكر في دبي في الأجواء حقت كأس العالم وجاي معسكر في وسط الموسم يعتبر إحنا دوبنا في بداية الموسم كيف إنك تقدر تكون مع كل اللعيبة أنت معسكر صباح ومساء وتمارين ونونو سانتو يعني ما فيش يوم مرحميني معه يعني على طول بيكون ضاغط وعلى طول شغله جدي لأن إحنا المعسكر ما كانش فنيا وبدنيا بس كان معسكر حتى مع اللعيبة قربوا من بعض أكتر اشتغلنا كمجموعة الحمد لله أدينا معسكر على أعلى مستوى قاعدين كنا في معسكر في دبي تمام ف قررنا نخرج كده جروب مع بعض خلاص أنا قلت لهم يعني كل يوم في المعسكر لما بنخرج كل واحد هيعزم المجموعة الجروب ده فأنا كان عليا الدور قلت لهم ممكن يختاروا المطعم بتاع رحنا مطعم تمام
حابوا يسووا فيها مقلب يعني. خلاص تعشينا تمام يلا يا شباب. لا لا استنى شويه. ماشي استنى شويه. فروحوا الستاف بتاع المطعم جايب له التورته عيد ميلادي يعني. انا اصلا عيد ميلادي ولا بتاع يعني عيد ميلادي عدى بقاله 6 شهور انا مش فاهم الاحتفال ده معناه ايه دلوقتي. فالمهم كاتبين في عيد التورته كل سنه وانت طيب مثلا كاتبين انا مثلا انا مش 34 انا 26 سنه فكاتبين مثلا 39 سنه. طب عايزين تبقى ترحلوني من هنا على مصر؟ ما تستنوا يا جماعه كمل سنه طب سنتين مع الناس يعني. انت فاهم الموضوع؟ فده كان موقف بالنسبه لي يعني ايه اللي بتعملوه ده؟ حسن لازم اقول لكم هذا الشيء وكاسيمنت باريس كنو فوي بو تسخين كانه ما كان كويس وهذا في فاريش غزونش باش ممكن يكون في اسباب كثيره هذا الشيء تسخين ما كان كويس اور جو بي ديفرنت نوع التمرين مع المباراه تعفين تبع باريس الهواء ممكن الارضيه اي شيء كونسنترنس رجاء تركزوا التركيز التام انديفيدوالمنت اش فوس اشتري كل واحد يلتزم بالدور اللي عليه نو دور الفرديه بويش دوك نو في زام ما نندم ابدا بعد المباراه ان احنا ما سوينا شيء اسمعوا الكلام اللي قاعد اقوله يا شباب بسيب دو جو ربط حميد المباراه هذه مبداها او كترمينو الراشد هي اللي تحدد كل المباريات اللي جايه. شفت مدربين كثير بصراحه مروا على النادي لكن ما في احد كان في مستوى نون بصراحه. يلا اتحاد يلا شباب اتحاد يلا اتحاد شباب يلا اصبر يلا يا عيال يلا يا جماعه الشباب مباراة جدا مهمة جوغو ميتو بورتانت هذا المكان اللي تستاهلوه تكونوا فيه يسلو لاكي بوسيس تودوز ميريسي الشيغا عندي بس ملاحظة بسيطة سوتي يوم اوبسي بس هم ميتو كان يا خاب انا افرح انا ماني شايف فرح نص كريموس افرح يا شباب نوتو فيلو بوسيس خليكم ايجابيين يا شباب انت مش كسيب بوزيتيف بي بوزيتيف يا شباب خليكم ايجابيين ليه ما انا فرح كسيب بوزيتيف ليه ما انا فرحانين اعطيني سبب ليه ما انت فرحان تعرف انك توصيف الدوري عندك مباراة مؤجلة تعرف انك بطل تعرف ان كل الناس قاعد تلعب معاك كل النهائيات سام كامبيونز افرح يا شباب وين الصوره الجماعيه وين العز الاول وين يلا شباب افرح تتحول وتصل الى ركله الزاويه لعبه كانت مفيش ماتش سهل يعني انت رايح تلعب فرقه مثلا اخر الدوري فانت هتكسبها بسهوله مستحيل لو انت لعيب بتفكر بالشكل ده عمرك ما تكسب انت كل ماتش بتروح تفكر ان الفرقه دي لو انت مش مستعد بنسبه 100% زي ما هتلعب اول الدوري مفيش حد اول الدوري احنا اول الدوري لو هتلعب تاني الدوري
هو نفس استعدادك لاخر فرقه في الدوري. You understand? That's the only difference for them, not to press us. Okay, boys. Got it. So to recover the ball again, we have to play the game with pass. Okay? We'll start with the control of the game. We'll control the game and we'll control the game. Okay, it's the only thing that doesn't interest the game. This is the only thing, guys. We don't need to go. Um mais um toque, mete a bola dentro da área, conduz, quando eles provocam, quando eles saem, dá o passe da bola. You understand, boys? Got it? I'm a very pragmatic person. I look at things as they are. The reality is what guides you, not the expectation. So everybody had expectation. We had some points in front. But we keep, the best way is to look at the reality. Things on in football, what I've learned to all these years, it's only finished when it's finished. ماتش الطائي جول ايجور انا بالنسبه لي ده كان فرحته مضاعفه لان كان جه في اخر وقت. سبحان الله كده علامات او تبين لك انه لا احنا موجودين وحنكون في المنافسه بقوه وحنحصل على اللقب. وكنا محتاجين ان احنا مش عايزين ندي ايحاء ان احنا عشان كسبنا السوبر هنفرط في اي حاجه تانية. بالعكس احنا عايزين نكمل على نفس الـ الوتيره اللي احنا ماشيين عليها. هدفنا مش السوبر من اول هدفنا مش السوبر بس هدفنا كل البطولات اللي احنا بنلعب فيها. ممكن Keep moving, keep going, up, up, up. لازم هذا المكان اللي انتم تستاهلوا فيه يا شباب. هذه المباريات الصعبة التركات هي اللي تخلينا فوق يا شباب. لازم هذه المباريات هي تجيبوها يا شباب. لازم ثلاثة نقاط تجيبها. وانا نجح في الطيارة مع أصحابي حجازي حمد الله عمر تروم الدوري. احنا نجيب الدوري ده. الدوري ده بتاعنا. اشمعنى بتقول كده؟ طب احساسي انا الحاجات دي مريت بيها كتير. في ماتشات ما ينفعش تكسبها. طبعا احنا الحمد لله عندنا ردة فعل قوية جدا بعد اي خسارة. بنبقى داخلين اي مباراة لعب اي منافس منافس مركزه في المراكز المتأخرة مركزه في المراكز الاولى هدفنا المكسب والثلاث نقاط بس. النهارده بداية الدور الثاني عايزين ندور على الاستمرارية. استمرارية الاداء كويس والمكسب. ده الوقت اللي احنا لازم نحافظ فيه على اطول فترة ممكنة على المكسب. أدائنا كويس روحنا كويسة الجدية في الملعب 100 أكتر من 100% نحافظ على الوقت ده. محتاجين كل ماتش ما يهمناش بنلعب مين. احنا بننزل الماتش بالذات على أرضنا لازم كل فرقة تحس ان احنا عايزين تعادل 3 نقط. يا اخي والله بالنسبه لي يعني تناظر المدرج وانت تلعب يعطيك دافع يا اخي يعطيك انك لازم تسوي اللي عليك واكثر. خاصه المرحله ذي والفتره اللي راحت عشتها مع الاتحاد بعد فقدان الدوري اللي راح فتطالع الجمهور وانت فلازم تعطي اللي عندك واكثر بعد. Porque eu nunca tive bicicleta em casa, né? No meu pai nunca deu uma bicicleta. Eu pude fazer uma bicicleta agora. Pra mim foi incrível, né? Foi na hora ali, esse tipo de jogada, esse tipo de coisa que você faz dentro de campo, assim. É, não
dá para explicar direito. Eu sempre tive um sonho, né? Sonho não, uma vontade de fazer um gol assim, mas na verdade eu sempre tive medo também de fazer esse movimento, cair, machucar. Sempre tive medo, mas na hora ele veio, a bola, só tive essa opção, porque eu já tinha passado da bola, não tinha como eu voltar para dar de cabeça. E eu fiz. E deu certo, graças a Deus. Particularmente já trabalhei com vários treinadores, né, no Brasil, treinadores grandes, e particularmente não tinha trabalhado, feito um trabalho tão bom quanto o Nuno fez aqui juntamente com a sua equipe. Né. But the team was very, very, very compact, very organized. We didn't concede goals. No team could have chances against us, and we keep on winning, and winning, and winning, and building. This aspect that I consider very important is the confidence, individual confidence of the players inside the team makes you very strong and very, very united. في مباريات اللي هي بتبقى الفريق اللي بينافسك دي بتبقى مباريات معقده شويه، يعني مباريات معقده ان هي تكتيكيا وفنيا وجماهيريا، فبتبقى محتاجه ان انت لازم تبقى هادي ولازم تبقى تكمل لحد اخر وقت في المباراه. إصابة مهند والله العظيم يعني شيء أثر فيني داخليا، زعلت بشكل لا يوصف. بالنسبة لي يعني مهما كان أنا ولا زميلي في الخانة بعيد الشر، ما أتمنى لأي حد شر، يا تاخذه في جدار هذا ولا ما مستحيل أتمنى لأحد شر. فمهند لما تصاب والله العظيم إني زعلت وكأنه أنا اللي مصاب، يعني ما أخفيك. Né, do Etifak e da MAN foi mais um jogo importante. Fiquei muito feliz de poder ter ajudado a equipe. Esse é o meu objetivo, é sempre o nosso objetivo de qualquer goleiro poder ajudar a equipe. E pude contribuir naquele jogo, né, com defesas e. بالنسبة لنا احنا كمدافعين يمكن احنا كلامنا دايما مع بعض احنا عايزين نسهل المهمة على المهاجمين، احنا عندنا كواليتي ومهاجمين قدام على اعلى مستوى، على اعلى مستوى ويقدروا يكسبونا كل المباريات. فاحنا كنا هدفنا الرئيسي مارسيلو، خط الدفاع، خط الوسط، بالنسبه لنا احنا السته او السبعه هدفنا الرئيسي ان احنا نطلع كل مباراه مسهلين على الفريق على المهاجمين بتوعنا ان هم يسجلوا ونكسب المباراه. شباب الف مبروك فزيع بريميرو بارابيس يا شباب. São três pontos vencidos. كل الاجواء اللي احنا فيها الايجابيه. Todo o ambiente que estamos trabalhando agora e muito شكرا لروح الفريق والتعاون الايجابي اللي احنا فيه الفتره الماضيه. اللي احنا فيه هذا واقع يا شباب. بعد توفيق الله عز وجل تعبكم ومجهودكم يا شباب. ترجموه في الملعب. ما نبغى منكم اكثر من ثلاث اشخاص كل مباراه. لا تفكروا في اي شيء ثاني. الافكار اللي انتم فيها تستاهلوها يا شباب. Thank you.
بالنسبه لنا مفصليه من ناحيه تجهيز الفريق، لانها تفرق معاك في سلم الترتيب وبتفرق حتى في العوامل النفسيه للفريق اللي بيكون منافس لك. Isso foi uma parte fundamental, trabalhar minha cabeça para eu continuar trabalhando, continuar desempenhando um bom trabalho nos treinos, para que a hora que eu tivesse a oportunidade de jogar, eu entrasse e corresponderia à altura do que o torcedor, do que o treinador esperasse de mim. Cara, esse jogo foi incrível, assim. A sensação sobre esse jogo contra o Nasser aqui em Jeddah foi uma sensação muito boa, uma sensação de que nós estávamos no caminho certo e que nós poderíamos sim acreditar na conquista da Liga. في شقنا في نادي النصر معدين فريقهم بشكل كبير جدا وتعاقدات قوية جدا، فهو حيكون متعب لك. لا، في أمور تحتاج أنك أنت تنتصر. الانتصار اللي أنت أخذته كان انتصار معنوي ونفسي ونقطي أكبر من أي شيء ثاني، فكنت قاعد تحاول أنك أنت تحصل عليه بشكل من الأشكال. روح اللعيبة وإصرارهم اللي كان فيه كانت مطمنة، لدرجة أنه أنا كنت رايح المباراة كان في واحد من الشباب يكلمني يقول لي كيف إحساسك؟ قلت له إحساس إن شاء الله إحنا فايزين. كان يقول لي صاحب المباراة أنت المفروض تفكر أنك بس تطلع متعادل أنت. قلت له لا، إحنا حنلعب فايزين. اللحظات اللي كانت فيها المباراة تغيير التكتيك مباراة نادي النصر، لأنه كانوا مدافعين أمامنا وهذه ما هي طبيعتهم ولا طريقتهم، ما هو استنقاصا أكيد ما في شك، لكن إحنا ننظر للأمور بشكل فني. يلزم شو اشتعروا؟ هم الشباب غيروا تشكيل. شو قاعد؟ هيلعبوا؟ هم لينيا 3 3 سنعتر اوكي دوج ميديوس 2 محاور قدامهم e três gajos na frente. Falata aqui dá, não vai fazer aqui. Primeira coisa, estão preocupados connosco. É o Alexê, mas não é no Huma. احنا كنا كل مباراه بنخش فيها قبل الماتش احنا حاسين ان احنا افضل. ان شاء الله النهارده باذن الله نطلع كسبانين من المباراه. هتكسب بمجهودك. بشغلك من اول دقيقه لاخر دقيقه. النهارده نشتغل ونطلع من هنا باذن الله كسبانين من اول دقيقه. اهم حاجه نبدا كويس. كل ما بنبتدي كويس الماتش بيبقى بالنسبه لنا احنا احسن بكتير. نبتدي كويس، نبتدي كويس، نخش الماتش نحسس الفرقة أي فريق بنلعبه إن إحنا على أرضنا. بإذن الله نخلص النهاردة المباراة والماتشات اللي جاية كلها تكون بمكسب بإذن الله. طبعًا الجماهير ساعدتنا كتير جدًا خلال الموسم، وفي المباراة دي بالذات كان طبعًا الجمهور داعم بشكل أكبر، بيحفزك طول المباراة. Muito importante, um jogo muito grande. O nosso torcedor com estádio cheio, lotado. Marcas. Sem erros. Há de passos no meio. Limita a mobilidade, vai um lado, vai ao outro. Vocês viram como começaram o jogo, as situações que tiveram, os espaços que tiveram? Agora, quando ganharmos espaços com Bama, com Roma, temos de chegar à área. Temos de chegar à área. Okay? E uma coisa importantíssima que eu quero ver, não quero ver é Jazzy aqui e Igor aqui. Isso não. É Jazzy aqui e Igor aqui. Porque nessa semana eu tava com febre, tava doente dois dias antes e joguei assim um pouco debilitado, cansado, corpo mole ainda. E a jogada se desenhou lá no escanteio, né? Aí saiu Chata e o Igor tocando, foi uma jogada incrível. Os dois foram para as laterais do campo ali, o Igor saiu, pegou
igual a bola tocou no Chata. Fizeram uma tabela com o Chata que eu não sei até hoje como é que ele conseguiu arrumar aquele cruzamento, né? Mas quando é pra ser, e eu tô brincando, mas ele é um moleque, um jogador que tem muita qualidade. E conseguiu achar eu ali no cruzamento, eu tava chegando, vindo de trás. E eu consegui fazer um bom domínio e poder finalizar com somente dois toques, né? Foi um jogo muito difícil, um jogo muito, né, jogar contra o Nasser, contra outro time grande, a gente sempre tem que tomar cuidado, o máximo de concentração tem que estar em cima, elevado para esses jogos, esse tipo de jogos. Foi isso, foi jogando por uma, achamos uma bola que foi trabalhada e conseguimos sair com o resultado positivo, que deu a liderança para a gente, né, e esse jogo foi muito importante para nós. والله كل هدف بيجي في الموسم كله الواحد بيبقى يعني بس في اهداف بصراحه بتبقى فاصله يعني في اهداف بتبقى في مباريات كبيره في اهداف بتبقى لا فرحتها مختلفه ده واحد منهم. E a figura do Cristiano, eu acho que ela engrandeceu ainda mais a Liga esse ano. Né? A gente sabe da dimensão, do que representa o Cristiano Ronaldo para o futebol. É um dos maiores de todos os tempos. E tê-lo aqui, né, jogando conosco, jogando na mesma Liga, podendo enfrentá-lo. Eu acho que para mim e para todos nós foi motivo de muito orgulho, foi muito bacana assim poder enfrentar o Cristiano. طبعا شرح لي الاسيست اللي عمله والانطلاقه اللي عملها يعني الاستاد كله بيقول له رايح فين يعني واول ما اتلعبت واتلعبت صح وجت جون طبعا الاحتفال كان على احمد لان عمل مجهود كبير جدا فيها. قاصد قاصد الاسيست انا قاصد مليون بالمئة قاصد الاسيست قاصد مليون بالمئة قاصد بالطيب الا الحقوق تنتزع انتوا اخذتوا حقكم في الملعب نبغى نكمل يا شباب زي ما احنا لسه بدري نستفيد ان شاء الله ونكمل عندنا مباراه الكاس الجايه We'll be right back.
باقيين 9 مباريات عندنا نوفي جوبس نفس التركيز الحمد لله استنى في مؤشرات ايجابيه مره كثير كلكم عارفين وكلكم عارفين بوز توماس توماس البير اسي بوما بيتا جور ما لي بنحكي كثير اجازه سعيده ان شاء الله ترى مويت مسبوس A diferença que eu vejo aqui do campeonato é essa que eu falei. Né? Eu acho que é até mais difícil você ganhar aqui, talvez, do que no Brasil. Né? O Brasil, é, claro, é muito difícil também, mas o campeonato saudita ele tem essa questão de você ter que ganhar praticamente todos os jogos. Então você tem que ter um mental muito forte. Que o torcedor foi uma parte fundamental, né, da nossa campanha, porque você jogar com o estádio cheio, 50, 40, 60 mil pessoas no estádio, e às vezes você vai jogar fora. احنا دايما نفضل نتكلم كده لما انتوا تحتاجوا ان المدافعين تسجل هتلاقوهم موجودين. لكن لما الامور تبقى هاديه و2-1 و3-1 و4-1 عادي و4-0 عادي المدافعين مش لازم يسجلوا. طول ما انتوا بتسجلوا قدام تمام. لكن وقت ما يحتاجونا ان شاء الله نكون موجودين ده دايما الهزار اللي في غرفه الملابس يعني لما تحتاجونا مش هنسجل النهارده انتوا كفايه انتوا اثنين انتوا ثلاثه الضغوط والحاجات دي بالنسبه لي انا عديتها من سنين كتيره يعني المواقف دي انا اتحطيت فيها من زمان مش دلوقتي فانك تتعامل مع موقف زي ده عارف ايه اللي انا ممكن اعمله عشان اخلي الناس دي تقتنع بيك الحاجه الوحيده انك تعملها انك تشتغل كويس وتشتغل كل يوم هيقتنع بيك بس فبالنسبه لي كان الامور اوكي صعبه في البدايه بس صعبه من وجهه نظرهم هم لكن من ثقتي يعني طبعا مباراة الشباب هذه حكاية ثانية يعني بصراحة أنا على قد ما لي في الكورة ما صار فيها شعور بصراحة قد مباراة الشباب. Bom, o jogo mais difícil da liga. ماتش الشباب كان بالنسبة لي أنا أصعب ماتش. We knew that was a big game, was a very important game. We knew that that game meant that we had a big step. Regarding our main objective to win the league. You felt it, everybody felt it. And the game was very, very special. Com inteligência, repito. Lazem que nós temos que saber exatamente o que nós buscamos. Se Deus quiser, saímos ganhando. Bora aí. A gente saiu ganhando 1-0, eles empataram o jogo. Em vez de fazermos 2 mais 3, vamos para o 3 mais 3. لا فوق عمليين قدر الكعب. تكار؟ واضح من فوق؟ اوكي، فهمت تنتار. حاول الشوط الثاني. فوتار انرجية، نو باسش بسيط. تعبت ولا شيء لا تطلب تغيير. نو باسش بسيط. لا عاد. اوكي تعبت يوتيوب فوكسي. فوق مش كويس وكاش الشغل اللي طلعت. لكن انت الوحيد اللي ممكن تطلعك. ما تعرفش اوكي؟ اوكي محظوظ. لانه
يعني صار كل شيء يمكن في 10 دقائق، فجأة تعادلت، بعدين جاهم بلنتي على ركلة جزاء. Graças a Deus, assim, eu tive a tranquilidade, a serenidade naquele momento de, né, de pensar bem, né, de tomar a decisão correta. É... لاعب الشباب يوم سوى هذه أطالع مارسيلو واقف ويضحك، وقبل لا يمسك الكورة ترى هذه بوسط الملعب وانت تشوف مارسيلو صدمة، يعني انت بعلم انت بحلم انت فأحيي مارسيلو على شجاعته الصراحة واتخاذ القرار، يعني ما يتخذ القرار إلا حارس كبير حارس عملاق، فأحيي مارسيلو صراحة على اتخاذ القرار وكان جريء، يعني لو حطها يمين الناس بتقول ليش ما قفز ليش ما. Momento assim, o que eu posso dizer, acho que Deus me iluminou naquele momento de ter sabedoria, de fazer a leitura do que o adversário de repente poderia fazer. Eu acabei ficando posicionado no meio e ele tentou a cavadinha e eu tive a felicidade de defender. E aí depois eu lembro que o juiz deu 13 minutos de acréscimo. أذكر كان طارق حامد كان يروح لحمد الله، الناس الجمهور والضغط يعني أجواء صعبة كانت، أنت كلاعب تروح لحمد الله تقول له تهديه، فهمت يعني خذ راحتك خذ نفس، حمد الله طارق حامد مسك الكورة متحمس طارق لأبعد درجة، بعد المناقز لين خلى الحكم يحسبه قال حمد الله مسك الكورة حطه في صدره قال هذه اللي بتجيب لنا الدوري سجلها يالا. E um time que não desiste nunca, né? Então acho que ali, esse jogo principal, acho que foi um jogo. Felt it, everybody felt it, and the game was very, very special. There was a penalty that Shabab had, Marcelo saved it, then in the last minutes we have a penalty, Amdallah scores, last minute, so all these together, it's all that emotion, and you, when you see our fans, and by the way, our fans are amazing, in our stadium, the atmosphere that they create, it gets contagious, so you go, and you see everybody happy and celebrating. Instead of that gesture that I made, if I could, I go and I hug them all. But I can, it's a way to celebrate the moment. Because we are in this together. ما في ثلاث نقاط، كان بست نقاط، كان الفريق، كان هزيمة الفريق يخرج لك فريقين من المنافسة، مو فريق واحد، أنا أتكلم نقطية. فسيناريو المباراة أنه كان 1-0، 1-1، لنا بعدين 2-1 دقيقة 90، بعدين دقيقة 115 للاتحاد يجيب كمان ضربة جزاء، الأحداث كانت جميعها، الفرحة اللي كانت للجماهير، الفرحة اللي كان شعور لا يوصف، حسيت يومها إن احنا كنا يعني إن احنا حناخذ الدوري. بطل يا طارق، بطل يا طارق، بطل. Para mim foi muito marcante, em especial para mim assim aquela defesa de pênalti. Não pela dificuldade, não pela plasticidade, mas sim pela, acho que pela importância do momento e pela tensão que estava, né? Quer matar o Bruno, mano.
Queria matar ele, mano. Queria te matar, mano. Onde você sai jogando a bola com um homem a menos, cara? Você ganhou o jogo, pô. Porra! Não, é a reserva, eu e ele. Porra, ele tá no cara e os caras tudo mal. Porra, velho. Quer sair rápido? Espera, meu irmão. Tem que ganhar o jogo, mas não podemos perder, pô. É isso, caralho. بعد مباراة الشباب للأمانة أنا بكيت كثير بعد مباراة الشباب لأني كان عندي يقين إنه هذه مباراة الشباب هي اللي تعطينا خطوة كبيرة للدوري. ترى المدرب نونو سانتو من المدربين القلائل، لو تلاحظ عنده تعامل خاص مع كل لاعب وبشكل فردي. الله يعطيكم العافية. هذا نروح إن شاء الله حجيب لنا الدوري. مباراة كبيرة وتشكروا عليه الصراحة. وحمد الله كمان ما يبطل الحركات اللوب هذه عدمنا فيها بصراحة، فالأعصاب انعدمت بصراحة المباراة هذه. فأنا أقول لك لي فترة طويلة في مجال الكورة بصراحة ما جاني شعور زي مباراة الشباب. أنا المباراة هذه تمام حسيت فعلا ان احنا هناخذ الدوري. اذا نبغى دوري. طول الاسبيتس اكونسيو كوزس تمين كي نو دوبيان كونسيو. ما ترى احنا لسه الى الان ترى ما سوينا شيء. جايين ده نوفي زي موز نادا بو فافور مانتي نركز بالله في المباراه الجايه وما نعتبر نفسنا ابطال الين نصير احنا فعلا ابطال الدوري. كومبيناتا في الدفنيل اتي سي ديفينيدو ميزمو. اشكركم مره ثانيه شكرا لكم. طيب حمد الله من اقرب الناس ليا مع حجازي. يعني نصير نتكلم كتير ونتناقش كتير يعني في امور، لكن دايما يجي يتكلم معايا فانا جملتي الشهيره يعني بجد انت عندك كم بطوله؟ فيقول لي عندي ثلاثه عندي اربعه، فسيبه وامشي بالامانه ما اقعدش معاه. اوكي تتكلم واحد عنده 13 بطوله ولا 14 بطوله وتقول لي مش لا سيبك تمشي لازم تحترمه معلش سوري. لما طارق اتحسب ضربه الجزاء الحكم ما حسبش ضربه الجزاء لحمد الله في الاخر، وطارق يعني احنا برده في الدقيقه 100 وحاجه الناس كلها تعبانه الناس كلها مضغوطه، وجروهي صادت كره في الدقيقه 90 ضربه جزاء في الدقيقه 90 والحكم لسه بيعمل كده، فطارق رمى نفسه يعني هو عايز يقول يعني احنا سالناه طبعا طارق انت عملت كده يعني ليه النطه دي يعني ملهاش اي سبب يعني ايه سبب النطه دي؟ قال لك انا عايز اروح اقول للحكم ضربه جزاء فانا عايز اروح له وعايز اقول له، فده الموقف اللي حصل يعني فطارق طبعا من التعب رمى نفسه قدام الحكم قال يعني هو ده اللي حصل لحكم يحسبها حرام عليك يعني. فطارق حامد قاعد يلاحق الحكم لين خلاه يحسب البلنتي. الحمد لله ان طارق مو هو اللي طايح بالبلنتي، ولا والله العظيم انه يروح يمسك شاشات الفار يكسرها. فلما بدا بيحصل بيبقى في دقيقه في التمرين، في دقيقه في الباص واحنا راجعين، في دقيقه في التحركات بتاعت الفريق، اللعيبه متضايقه ودي حاجه حلوه حاجه ايجابيه جدا. طبعا ما بتتعداش حدود الزعل ولا بتتعدى حدود الدقيقه، لا دي روح مكسب. احنا فريق عايزين نكسب كل الماتشات، فريق يستاهل يكسب كل الماتشات. فانت عندك الحمد لله عندك 10 كباتن في الفرقه، 10 لعيبه كبار في الفرقه يقدروا يتحملوا مسؤوليه ويقدروا يعني يكسبوا كل المباريات. فكانت بتضايقنا شويه لكن الحمد لله كانت بتيجي علينا بالايجاب ان احنا المباريات اللي بعدها بننطلق وبنكسب كل مباريات. لازم تفوز فيها دائما هنا على ارضك. تعرف وش معنى كده؟ انك تلعب بميزه في ارضك. ميزه انك تلعب في ارضك يا شباب. هذه اكبر من اول دقيقه لازم الكل يحس ان احنا قاعدين نلعب هنا على ارضك فنطلع كل اللي عندنا. عشان كده اقول لك عامل الارض الكاسر اللي عامل الارض يا شباب. اوكي؟ هنا نفوز. A gente tava confiante porque o nosso time era bom. E sabia que a gente ia brigar por título. We'll be right back.
الجول. طب 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 في كل مكان عادي. فور. واضح؟ بجول. اوكي؟ انتهينا كوكيك. فاهمين يا عيال؟ مدور. فاهمين؟ فينيكس. فور كام هير. فور كام هير. اند جوز اب تاك برونو شيكا لوك. الكرة تيجي هنا تطلع برونو شيكا لوك. عمر نفس الكلام. ده كويس جدا في بدايه المباراه بالظبط. كانوا سكشولار بيكو مسار بيكو من اول ثانيه. ها ديزو بريميرس ورجع jogo que a gente já sabia que ia ser bastante difícil. بننزل كل ماتش عايزين نكسب ايا كان الفريق اللي بنلعبه. شباب ابا زياد قدام زي ان شاء الله النهارده من اول دقيقه في الماتش ننزل كل واحد دودموند اشوف فين كل واحد تيو كيفير روح المكس دودموند اشوف فين كل واحد التركيز كونسنتراسيون ماسي نضحي النهارده بكل شيء عشان نطلع بالنتيجه اللي مستحقينها برازيلكم اوبجيكتيفو يوزطاي كروس بريسيمز وفيرلاند حقنا ونستحقه ونطلع من هنا ان شاء الله اوبجيكتيفو كده مش كفايه التركيز بذكاء لو سمحتوا بذكاء وبتركيز كويس جدا يلا شباب نبدا كويس بدأنا المباراة كويس جدا 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 كانت مباراة بالنسبة لنا مهمة زي مباريات الأخيرة كلها في الدوري mesmo pensamento, né, de nós jogadores, que é tem que matar o jogo. E 2-0 é um resultado muito é um resultado bom, mas também é um resultado perigoso. Que se os caras fazem um, praticamente é fácil fazer outro também, que deixa depois que você faz um, o time طبعا الجون اللي جه في اخر الشوط الاول ده كان برضو غير الحسابات شويه دخل الفريق المنافس في الجيم. والكرة يعني مش محسوبة ولا حتى الفريق اللي قدامك قاصد فيها ولا انت يعني ليك حاجة فيها فاهمين كلام مدور ولا لا؟ صوت الكونتر اتاك نعتمد بس على المرتدات نعتمد على الهجمه دور كوره عادي والاختراع عادي كل شيء قاعد يا استاذ جونس ولما نوصل قدام الثلث الهجومي اضمن لكم تماما المساحات هتظهر وتقدروا تسجلوا بالتالي بكارت زين فاهمين الكلام؟ تابو سوفريموس شونتوس نضحي نتعب بس مع بعض اوكي اكيد جونتوس سوا هيك مع بعض كل شيء مع بعض كل ديل جوين كوزاميت فور ستيشن في العرضيات عندنا ثلاث فسرات الكوره نو نو فورس فالتك او فورس فالتك او لازم الكره الاولى كلنا اوكي سيتاسون ده بير ميتا بولا اورجانيزا سوبا حتى هنا بريس 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 اورجانيزا جاي نظم مره ثانيه كعب مذكر ماش بولا بس كعبة استحواذ أكثر والكرة مش قاعد شوي مش قاعد يلا عيال يلا عيال
كوتشينيو. احنا كنا شايفين ان احنا حتى الشوط الثاني ننزل هنعمل ماتش كويس وقادرين ان احنا نعمل ماتش كويس ونكسب. وكان الماتش لحد مباراة لحد اخر وقت في ايديك وحاسس ان انت بتلعب كويس ومش هيتسجل فيك. ان انت يجي فيك جون في اخر ثانيه في اللقاء وبصعوبه جدا جدا جدا, اعتقد ان دي ضايقت اللعيبه. يعني ضايقتنا, لا احنا احسن من ان احنا يجي فينا جون في الوقت ده, احنا احسن من ان احنا ما نخلصش المباراه بدري. احنا اللعيبه كل مره نروح عند الحكم نتكلم معاه لازم انتم تتكلموا. اي واحد ياخذ لكم كارت احمر مو مشكله, لازم تكون يتكلم. تبون الدوري بالسكوت كل يتكلم. من هو اللي ساكت؟ من هو اللي ساكت؟ Jogo que para nós, eu falo perdido porque para nós foi praticamente uma derrota, né? Porque a gente tava ganhando de 2-0 e deixa os caras empatar, e para nós foi uma derrota, porque se a gente ganhar lá já tava também praticamente, né? Já consagrado campeão. مباراة الباطن طبعا انت في عندك اشياء السنة قاعد تفكر فيها, كان لازم تكسرها. انت كسرتها مع شقانة في نادي الفتح, انت لك 11-12 سنة ما بتفوز عليهم في ارضهم. كسرتها مع شقانة في نادي الفيحة في الكأس, كنا 5-6 سنوات ما احنا قادرين نفوز عليهم. الباطن من 2017 انت ما تقدر تفوز عليه في جدة, كله تنتهي تعادلات. فالشكل اللي احنا كنا قاعدين نفكر فيه, انا المباراة هذه ما ابغى ولا شيء, انا المباراة دي ابغى 3 نقاط, ما ابغى اي شيء ثاني. فهم pro jogo do Batem com esse pensamento e que a gente tem que ganhar e às vezes isso não é nos atrapalha também um pouco, mas eles vieram muito forte marcando lá atrás, jogar com uma equipe assim teoricamente menores do que a gente é difícil porque ele joga todo mundo lá atrás. Agora erram a hora, salta, vamos entrar logo, ok?
foi assim contra eles. E a gente achamos esse gol trabalhado. E depois desse gol até imaginei que eles iam sair mais e a gente podia até fazer mais gols. Mas eles continuaram marcando ainda, mas graças a Deus eu pude ajudar a equipe, né? Se não fosse a ajuda dos companheiros ali, ajuda do Chata, cruzamento bom, eu tava ali, fiz uma movimentação muito boa também e consegui fazer o gol. الشوط الاولاني تقريبا الجمهور طبعا كان بيهيص، طبعا احنا ما نعرفش ايه اللي بيحصل، والجمهور كان بيهيص تاني تقريبا 2-0، محدش طبعا الجمهور بيهيص بس احنا مش عارفين ايه اللي بيتم، بس بدل بيهيص اكيد حاجه حلوه لينا. فطبعا الماتش بيمشي خلص الشوط الاول، دخلت لغرفة الملابس حرفيا انا ما شفتش لعيب سأل النتيجة كام. ارجعوا للكواليس، انتوا اللي معاكم الكواليس وانتوا اللي معاكم كل حاجة، شوف انتوا بتبقوا الكاميرا ماشية ورا كل اللعيبة، شوف ما فيش لعيب سأل. زي ما بدأنا الماتش ننهي الماتش يا شباب. ركز اول 10 دقايق كونسنتراسيون اوف بريميرز 10 مينوت ريس بويس ريكفر. احنا لازم نتحرك نسوي مثلث هنا مع ابا مسعود وحمد الله. شيء ما يشوف ولا تشيل نو ولا تشيل نو رجعش كم يلا خش الجاري بس انا ما بنعرف كثير مش كل الجاري اللي فهمتوا يا شباب تزاعد في الهجوم جاري يا صار ايه وربين تكلون دا مش قاعد تشوف في شارو جو طبيعي انهم مقفلين مكاترين ما عندك لاعب في النص جوجا بور فور بور فور هنا وبعدها تدخل الكوره ما دو في بعد سيف بور فور ما ضل استلم برا روما رابيو روما رسلت ابارس سمي جاك حمد الله في النص داخل الباص ليش تو مومنت هذه اللحظه المناسبه دونت ستي دير اوبن لا خلي فاتح حمد الله مومنت ذات يو كم تو ذا رايت فات في كبير خلي في المدير شوي لكن ما فيش حد قال مثلا احنا يا جماعه هناك 2-0 ولو كسبنا خلاص محدش يتكلم في حاجه كله نزل هدفنا نكسب المباراه دي ونكسب المباراه الجايه ونكسب المباراه اللي بعدها الموضوع خلص نكمل عشان اللي احنا فيه سيدوش كزي بابا سكنتراسي المكان هذا اللي احنا فيه بعد فضل والله تعبكم انتوا يا شباب قاعد يفوز ابو تاج زي احنا ما نبغى دائما احنا حقنا ناخذ بنت نو كريموس كاو ان دي زين ان شاء الله فكر ان شاء الله مستفيد من الله ديبند صوت نوي ثلاث نقاط ان شاء الله شباب الله تبدا عصام نجيب المدرب؟ قال لي طيب جيب المدرب، كلمنا المدرب قلنا تعال دائما نحب نتناقش معه صراحة يعني يتكلم، فكنا قاعدين نتناقش في موضوع انه ايش في عندك افكار وكذا، عرضنا الفكره اللي كان يبغى يلعب فيها، كانت طبعا فكره مفاجاه للكل، كان متخيل احنا حنروح نلعب بشكل معين في الفيحاء وكذا، ف
فقلت له كوتش احنا ان شاء الله يعني قاعدين نتكلم كيف تروح ان شاء الله حنفوز يا 2-0 يا 4-0. فقال لي انه انت انا شايفك انت متفائل عندك احساس. قلت له نعم انا عندي احساس. قال لي بس احنا نشوف انه الناس تعرف جواب حتى دائما الناس تتكلم انه انت ما فزت على شقانه نادي الفيحة في ارضه من 2017 بتذكرها حتى هذه بدايتنا كانت احنا في مكلفنا انا واخوي احمد كعكي في الدوري كان تو صاعد الفيحة وكان مدعوم بشكل كبير جدا ورحنا وتقدموا علينا 2-1 وبعدين قلبنا عليهم 5-2 وبعدها ما قدر الاتحاد انتصر على الفيحة في ارضهم. فقلت له لا احنا حنفوز وكذا. فقام طالع فيا قال لي اول مره اشوفك يعني متفائل وتعطيني دائما هذا الاحساس. دائما انا حذر بطريقتك انت قائد رئيس ووضعك الناس تاخذ منك الانطباع تاخذ منك الاحساس. طبعا هذه انا بالنسبه لي كانت اهم مباراه حطينا في حساباتنا كده ان احنا ايه ده اخر ماتش في الدوري. انسى بقى اللي جاي خالص. الماتش ده اخر ماتش في الدوري. ماتش الفيحاء ماتش بره صعب. ماتش بره ارضك في الفيحاء على اي فريق صعب. سواء ساعات بيبقى الجو ساعات بتبقى الملعب ساعات بيبقى فيه هم فريق كويس في ارضهم بيعرفوا حافظين الملعب كويس بيعرفوا يلعبوا فيه كويس جدا. في ماتش الكاس صعبوه علينا قوي. فكان طبعا ده في دماغ كل لعيب ان الماتش مش هيبقى سهل يعني. فكنا نازلين طبعا انت بتلعب ماتش نهائي دوري مش هيفرق معاك انت بتلعب فريق في اول الجدول فريق بينافس على مراكز متاخره في الدوري دوري اخر ماتش خلاص. فكان كله داخل يعني محضر نفسه كويس جدا ان ده اخر مباراه في الدوري هنكسبها نحتفل هناك نرجع نحتفل في الدوري ان شاء الله في جده. فكان بدايه المباراه بالنسبه لنا في الفتره دي كانت مهمه قوي. عموما في الفتره الاخيره احنا بدايه المباراه بتفرق معانا. نزلنا سجلنا الحمد لله شرحيل اللي سجل في اول دقيقه او تاني دقيقه شوف مباراة الفيحة خلاص بالنسبة لنا اعتبرناه نهائي لا مجال. فشوف كان يعني لازم يصير عندك ثقة انك بتفوز بالمباراة. لو ما عندك ثقة حتخسر تمام. فكان عندنا ثقة انه حنكسب وحنفرح بالدوري. كنا مركزين تركيز عالي وكنت اشوف وجيه العيال انه العيال رايحين ان شاء الله راح المجمع بنحقق الثلاث نقاط. كلنا مستنيين اللحظه دي. بقى لنا سنتين مستنيين اللحظه دي. النهارده ماتشنا نخش في التركيز من بدايه الماتش. لازم نكون عارفين ان احنا رغبتنا اعلى من اي فريق في الدوري ان نكسب كل الماتشات. تعب سنتين النهارده يظهر في الملعب تركيزنا تضحياتنا كل حاجه النهارده تظهر في الملعب. النهارده نلعب بتركيز ولو سمحتوا بتنظيم كويس جدا تنظيم ما نخسرش تنظيمنا في اي وقت من المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه. نطلع من هنا فرحانين نطلع من هنا ان شاء الله مبسوطين فرحانين ونحتفل هنا باذن الله. Mais ansiedade a gente tinha de ser campeão. Thank you.
بادي يا عيال بادي بادي لسه صفر صفر يا عيال صفر صفر كيس كويس جدا نو ميستيكس سيف Quando ela vai e esse passe, você acha que sinal para você saltar o Roma aqui, o Hamdala aqui e o Bruno. Ok? Isto é uma situação. Quando é, o Igor não chega a tempo e o gajo está aqui e eles conseguem romper a linha e tem que sair o Lama. Vamos, presta atenção. Do lado contrário, exatamente igual. E tem que vir o Lama, o Madu, a Wad. وهنا عوض ولا يخش مكان بمسكه عوض اوكي بعد مش قطار برونو وسير برونو مكان يلدر اوكي اوكي دي روما يامدالا روما يامدالا طبيعنا هذا معانا طب ومال يا عيال ايش Isto é os ajustes defensivos. Shot lá o ano, fomos na fila. Temos que ganhar a segunda. Lázaro, fomos no shot de cara. Temos que ganhar a segunda. Lázaro, fomos no shot de mais ou menos o Romarinho teve uma chance de fazer o gol e não fez, né? E naquele momento ali eu e o Igor ali tava conversando e o Igor pegou e falou assim não, vamos lá, fica tranquilo que o Romarinho vai meter uns dois gols hoje aí. Ele vai fazer e aí e foi o que aconteceu cresce. Então a gente ali depois, no segundo tempo, começamos, a gente tem que fazer mais um para matar o jogo. E eu consegui fazer uma tabela com o Hamdala. Ele deu um bom passe, um excelente passe para mim. Fiquei cara a cara com o goleiro. Consegui fazer o gol. E veio isso na minha cabeça, porque a gente já tinha conversado, vamos fazer um para matar, Halas, e acabou, por isso que eu fiz o Halas. The title, Halas, yes.
من البيلرز اللي كان والله ما أقوله قدامه. إحساس العائلة الوحدة اللي مترابطة مع بعض اللي بتحقق هدف ويكون عندها كده يعني طريق واضح، هذا كان صراحة علامة فارقة في الموسم اللي فات. صور كاميرات وكذا ما تعبتوا يا تجرب حبيبي لا لا ما هو مشكلة من حب الاتحاد حب أكبر مشكلة لا لا ما هو مشكلة والله تحبونه اي والله تعشقونه اي والله تحبونه اي والله اوه يا لتي جمالك غير يا لتي جمالك غير يا لتي شلو اوه يا لتي اوه يا لتي جمالك غير يا لتي محبوب يا لتي وعيد يا لتي سحرك الروح يا لتي جمالك غير يا لتي اوه يا لتي جمالك غير يا لتي جمالك غير يا لتي ادعمو يا لتي كفاني عذاب اوه كفاني عذاب وتحليل العاشقين سطر التاريخ انت حبيب انت رهيب وانا ذي للناس رافعي للرأس هذا جمهورك اتحادي غالب منصور بإذن الله منصور بإذن الله منصور اتحادي نظام لا
Thank you.
fase boa que todo jogador deseja. E a sensação foi das melhores, então não tem como descrever isso que eu tô vivendo hoje, de ganhar um título, de ser campeão com a camisa do Etihad. Isso foi, para mim, já posso parar de jogar futebol hoje. Não, ainda não. Tem mais títulos. بسرعة ترى ما في وقت. سريع اللي بتروش يغير بالله عشان لازم يطلع. حاجة إحساس حلو قوي. أنت لما تكسب دوري ده إحساس ده مش تعب يوم، ده تعب سنة كاملة، تعب سنة تضحية وأهلك بيتعبوا معاك، زمايلك في الملعب، كل واحد شغل كتير وشغل، فأنت بتشوف بقى كل ده بفايدة. هنا إحنا حسينا بطعم الفوز لأن حسينا على طعم مدار سنتين أو ثلاث سنين مش سنة واحدة. احنا كنا حاسين ان احنا نستحق السنة اللي فاتت. Trophy is in our hands is when you really feel that you are champion. It's the prize, it's the big moment. So when the captain raises the cup and the stadium goes wild, you look back and say it was all the effort, all the hard work, all the commitment, all the hours that we spent together means something. That is the best in football. فالواحد بصراحة يعني سعادة لا توصف بصراحة، لأنه يعني النادي لي فترة طويلة غايب على بطولة زي بطولة الدوري. ملايين الناس، أنا بصراحة يعني كنت أشوف ناس يعني والله العظيم في كل مكان أمشي في
برا، تخرج سواء في الشارع في أي مكان، أي أحد يقابلك يقول لك الدوري لا يروح، فتحس أنها مسؤولية عليك بصراحة أنه تحقق بطولة كبيرة زي بطولة الدوري. يعني يوم التتويج وانت كده تناظر المدرج ومدرج كله يهتف فرحان، عدت اللحظات الصعبة، وصلوا للحظة اللي هم يبغونها، وانت مشارك يعني جزء أساسي ورئيسي من هذه المجموعة اللي قدرت تسعد هالملايين من البشر من الناس على وسائل التواصل، وتشوفها في عيونهم من فرح من دعاء من تحس كده بالتوفيق، مشاعر حقيقة لا توصف. Bom, o momento que eu tive ali de levantar o troféu no último jogo foi muito marcante, né, com a presença do nosso torcedor, dar esse presente para eles, né, que é o torcedor que, como eu falei antes, que esteve conosco durante toda a temporada, não só nessa temporada, mas sempre, né, nas outras também, nos momentos de angústia, nos momentos de que nós perdemos campeonatos, que nós tivemos momentos difíceis, que o torcedor sofreu muito. E ali naquele momento, é um momento marcante, porque isso é uma consolidação de um campeonato bem feito. شعور ما يوصف انك تكون بطل دوري روشن السعودي في موسم قوي، كل الفرق تتنافس فيه، انت ما حسمته الا في الجولة قبل الاخيرة، يعني شريط الموسم كامل كده يعدي عليك من اول جولة، او خلينا نروح لما قبلها من وقت تواجدنا في النمسا خلال المعسكر الاعدادي، كل هذا تعدي زي لحظة البرق في اللحظة اللي انت بترفع فيها الكاس. طبعاً تعرف أنت تسوي حركات ما تدري إنه حيكون فيها في مواقع التواصل الاجتماعي وفيها ضج وصج، فبعدين رحت البيت طالع أمي تقول يا وليدي انهبلت أنت. قلت له ليه؟ قالت شوف الرقص وش فشلتني. قلت يا يما ما عليك، إن شاء الله مبسوطين وفرحانين. انك انت تكون بطل المملكه شيء كبير بصراحه. طبعا هذا الشيء جاء بعد جهد كبير عمل لمده 4 مواسم متتاليه، وكان انحطت خطه وانحط هدف انه بصراحه انه الفريق هذا يرجع للبطولات. يعني هذا انه من صراحه من اسباب الدوري انه تحقيق الاتحاد الدوري، وقفه الفريق مع بعض في الصغيره والكبيره. يعني شفت التيشيرت يعني اسم سويلم وروما رافع التيشيرت، صراحه والله ما كنت متوقع هذا الشيء. يعني رفعت شيرت والله تلقائي انا من نفسي، وانا طالع الدمعه نزلت كذا لا اراديا. يعني الحمد لله، يعني هذا يعني دعم من اللعيبه صراحه، من روما، من كابتن حجازي كمان رفعت شيرت، من الفريق كله كان معي، كان واقف معي صراحه في كل شيء الحمد لله. Ganhar a liga pelo Etihad foi uma das conquistas mais alegres da minha carreira, mais felizes, né? Porque
foram praticamente 4 anos de uma construção, né, de um momento difícil do clube até a conquista da Liga. E poder participar de toda essa construção junto com os meus companheiros, né, com a diretoria, com todo o staff, todas as pessoas que fazem parte do dia a dia do clube, né, que estão ali, em todas as pessoas. Eu acho que foi uma conquista muito especial, né? E a gente sabe que ganhar uma liga não é fácil, né? A liga aqui é muito competitiva, muito difícil, né? Grandes equipes, grandes jogadores. Então foi uma... E o clube também, né? 14 anos sem a conquista da liga. Então acho que isso tudo ainda mais valoriza a nossa conquista. E volto a dizer, foi um dos momentos mais felizes poder erguer esse troféu juntamente com os meus, com os meus companheiros e todas as pessoas que fazem parte do time.